بعد عدة أيام من البحوث المستمرة لأساتذة وأطباء كلية الطب في جامعة البصرة، تم اكتشاف الوسط الناقل لفيروس كورونا الذي يساهم في تسريع تشخيص المصابين بهذا الوباء. الحقيقة بعون الله وبقوة الرحمن بدأنا بإنتاج الوسط الناقل لفيروس كورونا. هذا الوسط الناقل الحقيقة كلية الطب بدأت بإنتاجه من يوم أمس، وكان إنتاجنا تقريبا 200 وسط ناقل، وهاليوم إن شاء الله بعونه تعالى بلكة الإنتاج يكون 1000 وسط بعونه تعالى. أنا طالبة دكتوراه في الأحياء المنشارية بكلية الطب، حاليا بالمختبر جاي نحضر الأوساط الناقلة للفيروس لأخذ العينات من المرضى أو المصابين المشكوك بهم، وهذا أقل شيء ممكن نقدمه لكليتنا ولبلدنا، ونسأل الله القبول إن شاء الله. عمادة كلية الطب في الجامعة تطمح لتغطية حاجة السوق من هذا الناقل، وتسعى إلى اكتشاف لقاح خاص لفيروس كورونا ليسجل باسم العراق. نطمح أن نغطي يعني كافة الاحتياجات في السوق، والعمل أيضا أحب أن أؤكد أن العمل جاري من قبل تدريسي كليتنا لدراسة الفيروس صفاته، نحاول قدر الإمكان أن ندرس تأثير الأدوية اللي نعتقد أنها مؤثرة عليه، لعلنا نوفق إلى إيجاد علاج أو لقاح أو مصل يساعدنا في القضاء على المرض ويحقق في الطفرة إن شاء الله تسجل باسم بلدنا العزيز. هذه المادة شحيحة جدا بسبب كثرة الحالات في كل دول العالم، استيرادها صعب بسبب حظر التجوال أو على النقل، صعوبة النقل، وطبعا تكلف الدولة أموال كثيرة قد تكون طائلة، فبدأنا نصنعها وتأخذها الكثير من دوائر الصحة في البصرة وداخل العراق أيضا. إنجاز علمي جديد وسجل لكلية الطب في جامعة البصرة بعد إنتاجها المواد والإمدادات المختبرية الخاصة بالفيروس، الكلية التي كثفت جهودها لتغطية كافة احتياجات المستشفيات العراقية من هذا الناقل الخاص بالفيروس. لقناة سامراء الفضائية ماجد الصقر، البصرة.